والآن نتحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة. تقدم أخبار الاقتصاد دينا شرف، تفضلي دينا. شكرا لك إيمان، شكرا لك سحر. والآن موعدنا مع أخبار المال والأعمال محليا وعالميا. بمناسبة اليوم المتخصص للطاقة ضمن فعاليات COP27، سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على الجهود المصرية للتحول للطاقة النظيفة، وأشار المركز إلى نجاح مصر في أن تصبح من أكبر منتجي الطاقة المتجددة في إفريقيا منذ عام 2010 نتيجة لرفع قدراتها في إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. كما أوضح مركز المعلومات أن مصر استفادت بشكل كبير من التوظيف الجيد لاستثمارات الطاقة المتجددة التي تلقتها، وذلك خلال الفترة من 2010 حتى 2020، مما شجع مصر على تمثيلها لقارة إفريقيا خلال مؤتمر المناخ. عقد وزير البترول طارق الملا جلسة مباحثة مع وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة بالجناح المصري في قمة المناخ بشرم الشيخ، واستعرض الوزيران أوجه العلاقات المشتركة في قطاع الغاز الطبيعي. كما أكد الملا أن مصر تتبنى استخدام الغاز الطبيعي كوقود انتقالي نظيف في مزيج الطاقة لديها، وذلك لتلبية الاحتياجات المحلية والمساهمة في تأمين جانب من الطلب الإقليمي، مضيفا أن قطاع البترول يقوم بتكثيف أنشطة البحث عن الغاز الطبيعي بالمناطق الواعدة، وذلك في إطار مساعي زيادة الاحتياطات والإنتاج وتوفير كميات أكبر من الغاز الطبيعي. فازت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجائزة الأمم المتحدة للتميز عن عام 2022. جاء ذلك تقديرا لجهود الهيئة في تحقيق التميز في استهداف وتعزيز الاستثمار المستدام في قطاع الأعمال الزراعية. وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار محمد عبد الوهاب إن الجائزة تعد شهادة الثقة في نجاح مصر في دعم وتعزيز مناخ الأعمال والاستثمار المستدام وجذب استثمارات ذات قيمة مضافة. وإلى سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين. وارتفع رأس المال السوقي بما يعادل 498 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 799 مليار و802 مليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 12137 نقطة. كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 61% ليغلق عند مستوى 2297 نقطة. وصعد مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 46% ليغلق عند مستوى 3363 نقطة. أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية منخفضة مع تراجع أسعار النفط لمخاوف بشأن الطلب، وكان المؤشر القطري الأكثر انخفاضا بين مؤشرات المنطقة. وفي قطر خسر المؤشر بقيمة 1.4% مع تراجع كل الأسهم المدرجات تقريبا، كما تراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية بنسبة 0.9%. كما انخفض المؤشر الرئيسي لبورصة دبي 0.6%، وتراجع أبو ظبي كذلك بنسبة 0.9%. ختام أخبار اقتصاد، عودة مرة أخرى إلى إيمان وسحر، إليكما. شكرا لك دينا شرف.